قُصِدَر من الاستثمار الصناعي إلى الاستثمار الفلاحي، وعلى مساحة تقدر ب17,000 هكتار بصحراء ممشى انطلق تجسيد أول مشروع استثماري لإنتاج الحبوب ما كان ليتحقق لولا التسهيلات التي منحت له. المشروع في مرحلة جد متقدمة، كما خذينا تحدي كبير باش ننطلقوا في الموسم الفلاحي 2018-2019 اللي يقدر بمساحة 1080 هكتار، كما نتوقع قدرة إنتاجية فوق 50,000 قنطار لهذا الموسم. المشروع الذي قدرت تكلفته ب5 مليار دينار جزائري يعتمد على طاقات شبانية متخصصة. إلى جانب الحبوب، المشروع يطمح إلى إنتاج الأعلاف وأشجار الزيتون بتوفير المياه اللازمة. قمنا بإنجاز 50 بئر ارتوازي يقدر عمق البئر ب500 متر، كما قمنا بإنجاز 7 أحواض مائية، سعة الحوض الواحد تقدر ب20,000 متر مكعب، كما سوف نقوم بزراعة الزيتون بنظام مكثف في 720 هكتار، نطمح إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في المنتوج. ومع انطلاق في تجسيد مشروع كوسيدار وكذلك الشأن بالنسبة لمؤسسة لورجير، اللي المساحة هذا الموسم عرفت قفزة نوعية من 31,000 هكتار إلى 33,000 هكتار بمساحة كوسيدار فقط 1,000 هكتار، وكذلك في ما يخص مؤسسة لورجير ب60 هكتار، سيصل إن شاء الله إنتاج هذا الموسم ويفوق 800,000 قنطار على مستوى الصحراء الممشى بكمية إن شاء الله ستصل، سنسوقها إلى تعاونية الحبوب وبقول الجافة في حدود 350,000 إلى 400,000 قنطار. المشروع وإن كان في بداياته الأولى حقق إنتاجا نوعيا في الحبوب بمختلف أنواعه، يعد بآفاق واعدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وللتصدير معاً.